ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات بسلام آمنين ادخلوها بسلام آمنين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا يا رب العالمين نبع عبادي سلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم اللهم إنا نعوذ بك من عذابك يا رب العالمين اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الفردوس يا رب العالمين الله أكبر